عندك مشاكل في الإنجاب، مش عارفة تحققي حلمك، بتعاني من متلازمة تكيس المبايض، مش لاقي علاج مناسب ليكي، بتعاني من حب الشباب وزيادة الوزن وزيادة نمو الشعر. للأسف مؤخراً زاد عدد النساء المصابين بتكيس المبايض، وعلى الرغم من وجود أدوية وعمليات جراحية إلى أنهم لم يتوصلوا الحل نهائي لعلاج تكيس المبايض. يصيب تكيس المبايض النساء بمعدل واحدة من كل 5 نساء، يعني بنسبة 20% من النساء في مختلف أنحاء العالم، ويعاني 75% منهم في تحقيق حلم الحمل والإنجاب. يصيب أيضاً متلازمة تكيس المبايض على ما يقرب من 27% من نساء العالم العربي خلال سنوات الإنجاب. رغم أن عملية منظار تكيس المبايض نسبة نجاحها 50%، إلا أنهم يواجهوا مخاطر كبيرة زي نزيف شديد، تمزق قيص المبيض، العدوى الجراحية. ما بديش حبوب بتعالج تكيس المبايض، أنا بدي مشاعر جديدة بتعالج تكيس المبايض. فأما بتبنى مشاعر متزنة ومعتقدات متزنة، إيه اللي بيحصل في حياتي العامة؟ بتتزن، حياتي بتبقى أحسن، والتكيس بيختفي.